امبارح كلنا شفنا منتخبنا الوطني لليد والاداء البطولي امام السويد، وكنا زي ما حضراتكم تابعتوا متقدمين، وبعدين تعادلنا ويمكن كمان اكتر من مره وللاسف، لكن انتهى اللقاء بفوزهم بفارق هدف. هنتكلم عن المرحلة القادمة للمنتخب وكلام كتير كمان عن المونديال. خلينا نرحب بكابتن هشام عبد الوهاب المدير الفني لفريق 2002 مرتبط يد الاهلي. صباح الخير عليك صباح الخير كابتن. اهلا بيك. صباح الخير عليكم كريم. صباح الخير على جميع جماهير الاهلاوية في كل مكان في مصر. اهلا بيك، منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا. وقبل ما نتكلم معاك في اللي جاي، تعالى نوقف للحظات عند اللي فات. اكيد ومش بعيد قوي امبارح. هو ايه اللي حصل امبارح بالظبط؟ احب اطمن الاول الجماهير قبل اي حاجة ان احنا ان شاء الله لسه فرص مصر متساويه، ولسه في قدامنا فرصه كويسه قوي، بما ان ماتش امبارح ماتش السويد ما بيعبرش قوي على قوه المنتخب المصري لغايه دلوقتي. احنا عندنا الامكانيات بتاعتنا كويسه، وعندنا الشغل الفني كويس قوي مع المدير الفني روبرتو، لكن امبارح يمكن حصل شويه لخبطه اول مره تحصل، والسبب الرئيسي في المشكله ديت هي البدايه شويه، ان احنا اللي هو الماتشات او المباريات الوديه اللي المفروض المنتخب مصر كان يلعبها قبل كاس العالم دوت، دي اللي حصل امبارح دوت، هو ده بالظبط، هو ده اللي كان المطلوب. النتاج يعني اللي احنا بالظبط كده، ده كان الناتج عن اللي حصل، ان احنا محتاجين في وقت اللي الفريق فيه ابتدى الكيرف بتاعه ينزل ازاي ان احنا نبتدي ننظم نفسنا ونبتدي نرجع تاني ونبتدي ناخد ثقه من نفسنا ونبتدي نلعب من اول وجديد تاني. هو دوت شويه الميسنج اللي حصل امبارح، لكن الناتج عن الموضوع دوت هو ان احنا في الاخر خالص بقينا في سيتويشن ان احنا في الاخر مصر، منتخب مصر القائم دلوقتي، لو المنتخب مصر اللي فرصه دلوقتي ان احنا نقدر في الفتره الجايه دي ازاي نرجع بالقوام تاني نرجع على الماتشات، الثلاث ماتشات اللي جايين احنا عندنا ثلاث ماتشات هيبقوا ماتشات مهمين قوي بالنسبه لنا طيب. علشان خاطر نقدر نباص للمرحله اللي بعد كده. حلو، بس خلينا نروح يا كابتن هشام برضو للنقطه دي قبل ما نروح للي جاي. وطبعا احنا خلاص يعني احنا دايما في الاهلي وكمان في منتخب مصر اكيد احنا هنبص للي جاي، لكن ايه الثغرات من وجهه نظر حضرتك؟ يعني الشوط الاول كان حلو جدا، الشوط الثاني غير شويه الموازين او كتير، فخلينا نفهم من حضرتك برضو التحليل. يمكن ترتيب الفرقه او القوام الموجود، السبعه لعيبه اللي موجودين، لو خدنا بالنا من اول الجيم الشوط الاولاني الفرقه زي ما هي، الريتم بتاع التغيير ما كانش كتير قوي في الشوط الثاني، بالذات في اول 10 دقائق من الشوط الثاني. اول 10 دقائق دولت المفروض بنسبه كبيره، انا طبعا مش قصدي هنا ان انا اتدخل في شغل مدير فني، لكن هو بالعكس ده مدرب عالمي ومدرب فكره عالي جدا، لكن الترتيب بتاعي ان انا في الاول خالص المفروض ان فرقه السويد بتجري عليا طول الماتش، عماله تجري عليا فاست بريك طول الماتش، هو بيجري عليا. لو خدتوا بالكم بعد السنطره على طول، بعد السنطره السريعه اللي بيعملها اول حاجه ان هو بيجرب الاول يشوف الفرقه بتاعتنا رجعت تدافع ولا ما رجعتش تدافع. في خلال التغيير احنا بنغير اثنين لعيبه في الدفاع، ما بين الدفاع وما بين الهجوم، وده حصل في الشوط الثاني، ودي كانت المشكله الاكبر. عقبال ما الاثنين اللعيبه اللي بينزلوا يتمركزوا في المكان بتاعهم، عقبال ما بيقفوا بيكون الفريق السويدي اوريدي خلص الهجمه بتاعته وحط جول. فدي مشكله كبيره قوي، ان انت التغيير بتاعي والتقسيم النفس بتاع اللعيبه بتاعتي المفروض ان انا يبقى التغيير بتاعي اكتر من كده، ده اللي احنا ما شفناهوش، دي المشكله اللي حصلت اكتر. المشكله في المقابل يعني احنا في الشوط الاول بصفه خاصه اخترقنا الشبكه الدفاعيه للسويد اكتر من مره، بس الوضع بعد كده اتغير. لان من الوقت للتاني طول ما انا مدير فني وطول ما انا المفروض دماغي حاضره في الملعب، المفروض ان التغييرات بتاعتي بناء على طريقه اللعب بتاعت الفريق المنافس. فرقه السويد نفذت الكلام ده احسن مننا شويه، بمعنى طريقه الدفاع بتاعتها 6-0 اتغيرت في الشوط الثاني، لان الطريقه بقت متغيره، بقت عندنا مشكله كبيره جدا، ما بقيناش عندنا الباكات او الخط الخلفي اللي موجود في النادي الاهلي، سوري انا اسف، موجود في منتخب مصر، ما بقاش بيطلع في النادي الاهلي. انا كمان لما بقول على اللي بينظر للامام قلت الاهلي، ما هو هنعمل ايه يا جماعه؟ لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن منتخب مصر، فبالتالي كان في اللي نصه من النادي الاهلي برضه، اللي نصه طبعا من النادي الاهلي، وكان للاسف دي حاجه مشكله هنتكلم فيها، ان في نواقص من اللعيبه كان المفروض تشارك باكتر من كده. يعني مثلا عنصر اساسي في اللعبه اللي هو في المنتخب اسلام حسن لعيب دولي ولعيب موجود من فتره طويله، السؤال هنا ليه ما كانش دوره كان موجود جدا في المباراه بتاعت امبارح بالذات؟ وجوده في نص الملعب كان هيغير من اداء اللعب بتاع المنتخب. انت عندك اجابه على السؤال ده؟ للاسف لغايه دلوقتي لسه، بس في يعني ما بين ان هم هل احنا مستنيين ان احنا الدور الثاني هيبقى يعني عندنا عناصر مفاجاه فيكون اسلام من الدور دوت، ولا في مشكله ثانيه احنا ما نعرفهاش مثلا ليها علاقه بالاصابه او حاجه، ودي تقديرا لمدير الفني. فنيجي هنا ان احنا الخط الخلفي ما بقاش يشوط الكور من بره، حضرتك خدت بالك الشوط الثاني ما عندناش
غير بعد دقيقه 10 احمد هشام دودو الوحيد اللي شاط الكوره من بره دايره التسعة متر علشان يصوب من بره. فبقينا بنسهل المهمه على فريق السويد في طريقه الدفاع بتاعه، فبقى هو ما بقاش عنده مشكله ان حد هيشوط من بره، فبقى ابتدى يدافع على الاوناك بتاعتنا اللي هي خطيره والممثله في سند وبكار الناحيه الثانيه، فبقتش عندنا الكوره ما بتوصلش الوينجات، فبالتالي انت كمان ما بقاش عندك القوه الضربه بتاعتك من بره، ما بقتش يعني يحيى خالد وزين وعلي زين وفي الهاف سواء دودو او يحيى خالد الثلاثه ما فيش حد عنده التصرف ان هو لا يحل المشكله من بره، وده كان حل من الحلول. ولما عملها اتعملت مره واحده جت جون، بعد كده ما قررتش تاني. طريقه التغيير اللي هي شويه من وجهه نظري شويه فيها عشوائيه من وجهه نظري انا، ان احنا بننزل لعيبه ونطلعه على طول، بجربه انزله هجمه واطلعه على طول، فدي بتعمل شويه اضطراب للفريق ككل طبعا. فبالتالي هنا حصلت شويه لخبطه حتى في اخر تايم اوت. في اخر تايم اوت بيحصل كان في واللعيبه ملمومه، حسيت شويه انا يمكن عشان خاطر الواحد جوه الهاند بول او جوه اللعبه شويه، حسيت ان مفيش توافق بين التكتيك اللي هيتنفس. اخر كوره حتى بالذات ان احنا اخر هجمه بنتكلم عليها اللي احنا كانت سبب ان احنا نبقى متعادلين، ما حصلتش ان احنا عملنا الكوره فالحكم رجع الهجمه. في ترجيع الكوره ديت التكتيك بان للفرقه المدافعه اللي قدامي احنا هنعمل ايه، هننفذ ايه. فبالتالي الحكم لما عاد الكوره تاني احنا صممنا نعمل نفس الهجمه تاني، فبالتالي هنا الفريق اللي قدامك بقى عارف كويس قوي التكتيك هيبقى عامل ازاي. فيمكن شويه يمكن ديت اللي احنا قلنا عليها ان هي ممثله في ان احنا ما لعبناش ماتشات وديه، هو دي الحاجات اللي هبقى محتاج ان انا اركز فيها مع اللعيبه اكتر. فيمكن ده مش هيبقى عائق بعد كده ان شاء الله يعني، لان المفروض ان احنا نتدارك الكلام ده. هي دي الحاجات التجريبيه اللي احنا بندور عليها. والتاهل بنقطتين كده يعني، هل ممكن ان احنا نقول هيصعب علينا المرحله القادمه ولا ايه من وجهه نظر حضرتك برضه؟ اوضح لك اكتر شويه كمان يا هوان، ده احنا بنتكلم على المجموعه دلوقتي بقت السويد مصر ومقدونيا. السويد اربع نقط، مصر نقطتين ومقدونيا صفر. والمجموعه الناحيه الثانيه، المجموعه المقابله لينا اللي احنا من الناحيه الثانيه فيها الاتحاد الروسي لكره اليد وفرقه الاتحاد الروسي لكره اليد وسلوفينيا وبيلاروسي. دولت الثلاث مجاميع، دولت الثلاث فرق اللي احنا هنلاعبهم في المجموعه الناحيه الثانيه اللي معانا. فبالتالي لو احنا بنتكلم على الاتحاد الروسي داخل باربع نقط، سوري ثلاث نقط، وسلوفينيا داخله بنقطتين زي مصر، وسوري سلوفينيا داخله بنقطتين، وبيلاروسيا داخله بنقطه واحده. يعني السويد كده رقم واحد، السويد رقم واحد، سوري الاتحاد الروسي رقم اثنين، مصر رقم ثلاثه، بعد كده سلوفينيا، بعد كده بيلاروسيا، وبعد كده مقدونيا. تمام، ده الترتيب اللي موجود دلوقتي. تمام، طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ المفروض ان احنا هنلاعب الثلاث فرق اللي موجودين معانا في نفس المجموعه اللي هم الاتحاد اول، وده اهم ماتش بالنسبه لنا، ده اللي الماتش لازم نكسبه. الماتش ده بنسبه كبيره جدا لو احنا كسبناه هناخد النقط بتاعت يعني هناخد النقط بتاعته هنركبه بمعنى بالبلدي يعني هنركب النقط بتاعته، هنبقى تاني واحد بعد المجموعه. وبنتمنى طبعا ان السويد يحصل لها اي دروب من ماتشات الثلاثه اللي هيلعبوها في نفس الوقت، لكن سواء السويد حصل لها او ما حصلهاش احنا يعني نامل ان احنا نطلع اول او تاني في المجموعه ديت علشان نقابل المجموعه اللي هي A وB وC وD اللي هم لسه هيتحددوا. على ذكر المجموعات، هل لاحظت ان في مثلا مفاجاه ما كانت غير متوقعه من وجهه نظر حضرتك شخصيا حصلت حتى الان، ولا كل الناس اللي تاهلت او تصعدت للدور الرئيسي كلها منتخبات منطقيه جدا ومن العدل ومن المنطق ان هم يكونوا موجودين في المكان ده؟ سؤال مهم قوي يا كريم، بس هو سفر لا مفيش حاجه حصلت غريبه ما عدا تونس. تونس محطوطه في مزنوقه في مجموعه اقوى شويه قويه شويه، وعندها ماتش النهارده بالنسبه لها حياه وموت. هي لازم تكسب الفرقه الاسبانيا، اسبانيا واحده من القوى العظمى في كره اليد، فلازم تكسب النهارده، وحتى التعادل كمان بالنسبه لها هيبقى فيها مشاكل كبيره، فلازم تكسب النهارده. يمكن تونس ده الفريق الوحيد اللي هو حصل له دروب اللي هو ممكن ما يطلعش للدور اللي بعد كده، دي يمكن المفاجاه اللي ممكن تحصل، لكن غير كده بعدك اغلبيه الفرق كلها ماشيه بقوه متساويه تقريبا كل الفرق. طيب خليني برضو اعرف من حضرتك كابتن هشام، يعني وانت بتتفرج كده اكيد برضو حضرتك يعني عندك خبره في هذا يعني المجال الرياضي او هذه الرياضه تحديدا، من وجهه نظرك كده برضو احنا ايه اللي المفروض نركز فيه عشان الماتش اللي جاي؟ حضرتك بتقول احنا محتاجين برضو ان احنا نصعد ونعمل سكور كويس في الفرقه الحاليه او المجموعه الحاليه اللي احنا فيها، ايه المفروض نصايح نعرفها من حضرتك برضو للمنتخب دلوقتي او عشان الناس نبسطها عليهم يبقوا فاهمين ايه اللي المفروض يتم من خلال المنتخب الفتره اللي جايه او الماتش اللي جاي عشان نقدر ان احنا ادائنا كمان يبقى احسن؟ يعني بمعنى اصح لو هختصر حضرتك السؤال، الثغرات اللي لازم نشتغل عليها.
طيب خلينا نتكلم ان احنا الاول احنا ممكن نتكلم في استوديو، لكن في الاخر خالص الوضع الحالي او المدير الفني بيبقى هو صاحب الرؤيه. لا ده انا عارف، بس انا هجي لك انا في النقطه عشان نبسط بس للجمهور اللي بيتابعنا. مهم بالنسبه لنا قوي ان هو يبقى بننفذ نفس الفتره التجريبيه للماتشات التجريبيه اللي احنا عملناها، يعمل زي ما عملنا. ما هو دوت اللي انا كلاعب المفروض ان انا متعود على دوت نفس السيستم ونفس اللعب، ان انا هلعب 15 دقيقه بعد كده هنزل 15 دقيقه تانيين. هو كان في الفتره التجريبيه اللي فاتت كان بيعمل كده، كان بيقسم الماتش لاربع اجزاء، ربع ساعه في ربع ساعه وربع ساعه في ربع ساعه بتغيير التشكيل. ده اللي ما حصلش. دوت دي المشكله اللي ما حصلتش، احنا ما عملناش تغييرات بتاعتنا زي ما انت معود اللعيبه وزي ما انا مهيئ نفسيا ان انا هنزل، انا عارف ان انا هلعب في الوقت المناسب. على سبيل المثال غلطه مثلا من الغلطات اللي انا شفتها من وجهه نظري حصلت امبارح، لعيب زي قداح نزل في تقريبا دقيقه 58 اللي هو اخر دقيقتين، انا لعيب قاعد بقالي 56 دقيقه قاعد بره على البنش ونزلت اخر هجمه ومطلوب مني ان انا اجيب الجون اللي يكسب الماتش. فدي دي بالنسبه لي هتبقى انا كمدير فني شويه كلاعب انا اسف، فانا كلاعب قاعد بره مش مهيئ ان انا هنزل اعمل الفكر المدرب وانا لسه ما سخنتش بشكل كبير. ما بياخدش الوقت الاحمال المناسب بتاعه عشان انزل نفذ الفكر اللي هو قايل عليه. طب هل النوع ده من تعالى نسميها ثغرات حصلت او اخطاء حصلت، هل فكرك وارد ان هي تتكرر مره ثانيه، ولا ممكن يبقى في دروس مستفاده نرجع بموجب تعديلها نقف في المكان اللي المفروض نكون موجودين فيه في المونديال؟ طبعا. وبالمناسبه انت شايف ان مصر ممكن توصل لفين في المونديال ده؟ هو احنا من الاول دايما متفائلين ان بالذات المنتخب دوت بالتكوين دوت المفروض ان هو البروجريسنج بتاعه يوصل ان شاء الله للفاينل، وستيل لغايه دلوقتي بطمن الناس ان ده اللي المفروض مع يعني البلان اللي محطوطه للمنتخب دوت ان هو يوصل للفاينلز اللي هو المربع، وان شاء الله نوصل للميداليه. لكن عشان بنتكلم على تعديل الثغرات، طبعا الكلام دوت استفاده، لان احنا المفروض ان المدير الفني دوره ان احنا بنقعد مع بعض بعد الماتش زي دوت، نقعد النهارده مع بعض ونقعد نتفرج على المشاكل بتاعتنا، ايه الحاجات اللي احنا قابلناها عشان ما تتكررش تاني. فكلامك مليون في المية مظبوط، المفروض ان احنا هنقعد المدير الفني هيقعد مع اللعيبه، والمفروض ان في كمان ناس متخصصه ان هو بيقطع لكل لعيب المشكله بتاعتك اتعملت ازاي او ايه المشكله او المشكله جت منين، ودوت اللي احنا بنتعلم منه الدروس. وبعد كده المفروض وانس ان احنا اتعلمنا الكلام دوت هيأثر ان شاء الله في الماتشات الجايه، واعتقد الماتشات الجايه التدرج بتاعها يمكن التدرج بتاعها هيبقى اصعب شويه، لان احنا كان في الترتيب في الماتشات اللي فاتت كان الترتيب متدرج من الاسهل للاصعب. العكس هيحصل في المجموعه الثانيه، هو هيبقى من الاصعب للاسهل. احنا هنلاعب الاول الاتحاد الروسي، وبعد كده هنلاعب سلوفينيا، وبعد كده هنلاعب بيلاروس، وربما ده يكون لمصلحتنا. اتمنى يعني. ان شاء الله كلنا امل، وكلنا ان شاء الله كلنا في ظهر المنتخب المصري ان شاء الله طبعًا. ان احنا نعمل حاجه ان شاء طيب. الله طيب لو هنروح لحارس مرمى المنتخب كريم هنداوي، برضو راي حضرتك، ولو في نصايح برضو شايفها ان انت المفروض تديها له. يمكن انا يعني لو احنا بنتكلم على اي 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 حد بينتسب للمنظومه لكره اليد عارف ان اساس الرياضه دي بالنسبه لها حارس مرمى قوي، دفاع قوي، ارتداد لفاست بريك سريع. احنا امبارح كان كريم كان ربنا موفقه كويس قوي 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 الشوط الاولاني. الشوط الثاني حتى لو يعني من وجهه نظري برضو حتى لو الجون سوبر ستار، انا محتاج ان طريقه الدفاع بتاعتي تتغير، وبناء عليه ان انا محتاج ان انا على الاقل اخلي الجون بتاعي كمان يتغير وياخد نفسه ويبتدي يبص على يبقى ليه وجه يعني ليه فيجن مختلفه جوه الملعب ويبتدي ينزل الملعب تاني. ده اللي ما حصلش، ده اللي كان المفروض شويه يعني من وجهه نظري كان عصام الطيار كان لازم ينزل ياخد على الاقل 15 دقائق وبعد كده ينزل كريم هنداوي تاني ينزل يصد يكمل بقيه الماتش. لكن كريم ان احنا بنتكلم عليه الكيرف بتاعه، وهو طبعا لعيب ما فيش خلاف عليه، كريم واحد من السوبر ستارز الحراس المرمى في منتخب مصر. لكن في الكيرف في الشوط الثاني كان محتاج ان احنا يبقى فيه تغيير شويه على اساس ان هو ياخد نفسه ويرجع تاني يقف في الجول. لكن كلامك صح طبعا. احنا سعداء جدا لوجودك معانا، للاسف انت عارف محكومين بمده زمنيه طبعًا معينه، وطبعا طبعًا يعني استفدنا جدا من وجود حضرتك معانا. ان شاء الله نرجع نلتقي معاك مره ثانيه ويكون في انتصارات بقى نتكلم عن تفاصيلها. انا مبسوط جدا ان انا موجود دايما الواحد موجود في بيته، وبصراحه بشكركم جدا موجود هنا، ودايما ان شاء الله توفيق للنادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. بشكركم ميرسي جدا. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل، لسه معانا فقرتين حواريتين، خليكم معانا.